يا هلا وسهلا فيكم على واحد الاحساء. ايش رايكم نسبح في احد عيون الحسا الجميله الا وهي عين سبعه، وكان يسمى قديما نهر المحلم العظيم. خلصنا سباحة في عين سبعة، صراحة السباحة جدا ممتعة. نعطيك معلومات السريعة عن عين سبعة، أنا غطيت تغطية نهارية. عين سبعة سميت بهذا الاسم لأنها تخرج من هذه العين سبعة جداول أو نهر في ذاك الزمان، الآن قلت هذه الجداول، وتنتج 3138 جالون في الدقيقة، ومايها حار يعني يميل للدفء، وعذب يعني حلو وصافي في نفس الوقت. هذه العين بشكل عام حاولنا نصورها بعد ما طلعوا المرتادين للخصوصية، مرتادين السباحة. طبعا موعد السباحة من 6 صباحا إلى 12، ومن 4 مساء لين الساعة 10، وهي عبارة أيضا عن متنزه وحديقة صغيرة. هنا جزء وهناك البعيد، شوفوا هناك جزء في جلسات وكراسي اللي حاب يجلس الصباح مثلا أو المساء، جدا جميلة. طبعا عمق البركة جدا بسيط، يعني سيفتي، ممكن تجيب الأطفال يسبحون. وفي شيء بعد أوريكم، إذا تلاحظون الأسماك الصغيرة هذه احنا نسميها في الحسا الحراسين، وانت جالس يجون ينظفون رجولك بكل ادب واحترام مؤدبين. وسمعت مؤخرا في بعض المناطق في غيرها في جنوب شرق اسيا في العالم، تروح اماكن مخصصه عشان يجي هذا السمك الصغير ينظف رجولك، فتعال في عين سبعه مجانا. وايضا في بعض المراكز الصحيه عندهم بعض هذه الاسماك الخاصه اللي تنظف الرجول، فشيء صحي ما شاء الله. طبعا انتهى الوقت فأغلق الماي. وفي معلومة جدا ما ذكرتها، عين سبعة هي في التاريخ تسمى عين المحلم، امتداد لعين ونهر المحلم العظيم اللي كان يطلع من هجر البحرين سابقا، اللي هو البحرين الكبرى اللي جزء من الحسا يعتبر البحرين، ويروح ولا وين الماء يصب لين البحر، بحر العجير. وكان سابقا في التاريخ طبعا يذكر ان في قوارب صغيره من البحر تدخل لين الحسا والعكس صحيح للمسافر. فهذه العين عظيمه اللي هي عين سبعه حاليا، اللي تسمى قديما عين المحلم او نهر المحلم العظيم. واقروا في التاريخ وتشوفون هذه المعلومات العظيمه. وفي الختام اتمنى اشتراككم في القناه اليوتيوبيه قناه واحد الاحساء، وفي امان الله.